ندخل بقى في التفاصيل، لان في شويه تفاصيل. اي نعم الكلمه لم تستغرق اكثر من 15 دقيقه، وده اكيد هو ده بروتوكول. صحيح طبعا. انما في كلام كتير ورسائل وفي بعض الكواليس. اشوف بس منال التيمي شافت تابعتيها ازاي؟ ايه اهم حاجه اللي لفتت نظرك؟ اهم حاجه لفتت نظري الثقه الشديده اللي اتكلم بيها السيسي النهارده. تمام. يعني انا واحده من الناس كنت قلقانه جدا من مروحه الولايات المتحده بجد، وعبرت عن كنت معبره عن ده ان انا قلقانه من ذهابه هناك. بس طبعا هم عندهم اكتر في الرئاسه في المخابرات وغيرهم، عندهم معلومات اكتر من اللي موجوده عندنا طبعا. كنت متخيله ان هو فعلا هيطلع يقول الكلمه زي الخطابات اللي بيلقيها، لكن النهارده اكتر مره شفت السيسي فيها بيتكلم بثقه شديده جدا. مع يعني مع ارتياح، يعني ثقة لكن في ارتياح، مفيش تنشنة، مفيش عصبية، مفيش أي حاجة. اللغة اللي استخدمها في الخطاب كمان الحقيقة لم تكن بالمرة لغة الدفاع عن الذات ولا لغة تبريرية لما لكل الانتقادات اللي تعرضنا ليها الفترة اللي فاتت كلها بعد 30/6 و3/7. اللغة لم تكن بالمرة تبريرية، ما كانش واخد ولا موقف المدافع، ولا المدافع بالعكس، يدافع عن خطأ ارتكبه بالذات موقف الواثق. وعجبني جدا جدا انه بدأ كلمته بثورتي 25 يناير و30/6. دي في منتهى الذكاء عندما يتحدث في بداية كلمته عن 25 يناير و30/6 ويؤكد على الإرادة الشعبية المصرية، وأن ما حدث في مصر هو تعبير عن الإرادة الشعبية المصرية. فكل ما سيأتي هو معبرا عن الإرادة الشعبية المصرية، وكل ما سيقوله هو مشروع باسم الشعب المصري. ده عجبني جدا جدا الحقيقة في كلمته. لو عايزني افسر لك يعني الابعاد او الموضوعات اللي في الكلمه، انا عايز ممكن نخش فيها. لا ما احنا هندخل في كل حاجه الحقيقه، وفي بس انا عايز اقول حاجه واحده بس في الكواليس اكيد، بس بعد ما اسمع كل الاراء. طبعا عايز اقول حاجه واحده بس. اتفضل. محمد محسوب كتب النهارده على تويتر ان المجتمع الدولي يحاول فرض السيسي على مصر. انا النهارده بقول مصر فرضت بارادتها السيسي الرئيس الذي انتخبته على المجتمع الدولي رغم أنف أي حد. وانت بتعملي زي رد فعل لما هو منسوب لدكتور محمد محسوب؟ لا أنا أنا النهاردة بعتبر النهاردة بجد، لأن طول يعني طول الوقت حتى بعد الانتخابات الرئاسية هناك شد وأخذ ورد، وهناك عدم اعتراف، وهناك عراقيل، وهناك تصريحات كثيرة جدا. النهاردة خلاص بيتعاملوا مع الأمر الواقع. النهارده واللي بنشوفه ده بيتعاملوا خلاص، تاكدوا وتيقنوا ان هم بيتعاملوا مع امر واقع لازم يتعاملوا معه. ده بيعيدوا حسابهم كمان. طيب ده دي كلمه مهمه، لانها الحقيقه هاخد